جولة تفقدية في مشعر عرفات حتى يتأكد من جاهزية مشعر عرفات وصول حجاج بيت الله الحرام من وصولهم بكل أريحية، حتى تطبيق الخطط الأمنية داخل مشعر عرفات. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا معالي الفريق. نرحب فيك معالي الفريق. طبعا قمتم بالجولة قبل قليل، جولة تفقدية لمشعر عرفات، لكن كيف رأيتم الأوضاع في مشعر عرفات هذا اليوم؟ صحيح، قبل شوي كنت أنا زملائي في طلعة جوية لمراقبة الوضع في مشعر عرفات ومشعر أيضا منى. الحمد لله الوضع مطمئن جدا، كل الحجاج الآن وصلوا إلى مشعر عرفة، وهذا يعتبر من الأرقام القياسية اللي سجلت عندنا حتى الآن. يعني عدد بسيط الآن في القطار منها واحد، وهذا مجدول أصلا ضمن الجدولة، لكن الحمد لله في ذاق الميسر، والحجاج الآن في مشعر عرفة آمنين الحمد لله، كل الخدمات متوفرة. أقدر أستطيع الآن أقول أن الحجاج أكملوا تصعيدهم منذ فجر اليوم وحتى الآن، والحمد لله الخطط الأمنية تحقق أهدافها بكفاءة. كيف استعملون مع اليوم من خروج الحجاج من عرفات حتى الوصول إلى مشعر مزدلفة؟ طبعا احنا عندنا متغيرات لحظية مع حركة التصعيد وحركة النفرة. الزملاء الآن يستقبلون إعادة تهيئة الحافلات، وإن شاء الله من بعد الظهر يتم رفع الجاهزية حتى يحين موعد النفرة إن شاء الله، وتكون الحركة باتجاه مزدلفة وفقا لمخطط له. ماذا عن الخطط الأمنية بشكل عام لموسم الحج هذا العام؟ كيف رأيتموها؟ كيف رأيتم؟ مطمئنة، والحقيقة يعني في إنسيابية عالية في الحركة المرورية، في يعني انتشار أمني، في طوق أمني أيضا كبح جماح المخالفين، ولذلك الحمد لله الحجاج النظاميين ينعمون بأمن ميسر ونقل آمن بإذن الله سبحانه وتعالى. شكرا لك معالي الفريق، شاكر المقدرين. شكرا.